تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. لصحابي جليل كان يعاني جميع أنواع الكروبات، أغلقت الدنيا أبوابها في عينيه، شعر بالفقر وكان يشعر بالذل والمهانة، ولكن لما اتبع هذا المبدأ ما الذي وقع له؟ هذا الصحابي الجليل هو سعد الأسلمي، يلقب سعد بن أسلم الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلقب بجليبيب. هذا الصحابي الجليل لما بزغ نور الإسلام كان هو عبد من العبيد، كان يعيش مع الإماء والعبيد في الذل والمهانة، وكان هذا الرجل قد صوره الله صورة لا تنال إعجاب الآخرين، كانت صورته ذميمة، كان أفطس الأنف جاحظ العينين أسود البشرة، وكان فقيرا وكان مدلولا وكان عبدا من العبيد. لم يفرح في حياته ولم يسعد، ولما سمع بالدين الجديد أن هذا الدين سوى ما بين العبيد والأسياد، ما بين البيض والسود، لا فرق بين أعربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، سر بهذه المبادئ السامية فاعتنق هذا الدين. ولكن في الأول اعتنقه على مضض، إلى أن نزل على قلب النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما نزلت هذه الآية سأل عن معناها، ما معناها؟ قالوا له: إذا كان الإنسان يعيش في كروب وفي شدائد وفي صعوبات ولم يجد مخرجا، ما عليه إلا أن يتقي الله وليترك الباقي على المولى جل علاه، هو سبحانه وتعالى المدبر، يدبر الأمر. فاقتنع بهذا الكلام وقال: اللهم يا رب، بحق قولك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يا ربي إنك ترى ما أنا فيه من ذل العبودية والهوان والفقر، وبدأ يذكر ويبكي بين يدي مولاه. ما هي إلا فترة قصيرة سيده وقع في خطيئة فسأل عن كفارتها، فقيل له: عتق رقبة مؤمنة. فجمع عبيده وقال: أنا سأكفر عن خطيئتي بعتق رقبة، فأجعل بينكم السهم، من منكم سوف يخرج من هذه العبودية؟ بدأ كل منهم ينادي عن إلهه عن صنمه، ولكن جليبيب قد أسلم وذاق حلاوة الإيمان وقال: يا من رفع السماء بغير عمد، يا رب بحق قولك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يا رب اجعل لي مخرج. فصار سيده يقيم السهم، يقيم يضرب العود بين العبيد، فخرج السهم في جليبيب، فصار هذا الرجل الآن صار حرا طليقا. قال: هنيئا لك يا سعد، لقد صرت حرا. وجاء العبيد يهنئونه: هنيئا لك، لقد صرت حرا. كان يلقب بجليبيب لماذا؟ لأنه لم يكن يملك من حطام الدنيا سوى جلباب قميص كان يلبسه، ومع طول المدة كان يقوم بغسله ونشره في أشعة الشمس، فالثياب صار قصير، فصار يبلغ إلى ركبتيه، وقيل له جليبيب، يعني لا يملك إلا جلبابا قصيرا. الآن وقد صار حرا، لأن النظام العبودية أنذاك كان يمنع الرجل من الزواج، وإذا تزوج صار أبناؤه أيضا عبيدا للسيد.
قال الآن وقد أكرمني الله بالحرية فلأبني أسرة ولأتزوج. فذهب يبحث عن امرأة مؤمنة تكمل له نصف دينه. فكان كلما طرق باب من أبواب الأسر إلا ونظروا إليه نظرة استصغار، أنت كنت عبدا وأنت فقير ليس لك مال، وما عندك لا جاه، وما عندك سمعة، وما عندك تاريخ ولا عائلة، مرفوض. لأن حتى في المجتمع الأول كان لازال هناك بقايا الجاهلية، أن الناس كانوا يعتبرون بالأنساب وبالمقامات وبالثروة وبالعائلة وبالأصول. هذا رجل بسيط جدا. طبعا ربنا عز وجل كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. الله تعالى نظرته إلى البشر لا ينظر إلى الصور، هو المصور، هو الذي اخترع، لا أحد منا صنع صورته، نحن صنعة والله صانعنا، ولكن ربنا ينظر إلى القلوب التي في الصدور. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جليبيب طرق أبواب الكثير من الأسر لكي يطلب الزواج لكنه لم يحظ بالقبول. بدع لي أن يفعل. القاعدة أن المؤمن إذا شعر بأن الأبواب مغلقة فإنه يفر إلى الله، ففروا إلى الله. إذا واجهت مشكلة في الحياة ولم تجد حلا لا عليك، اهرب إلى رب العباد. أين يوجد رب العباد؟ في بيوت الله، مساجد الله. فذهب جليبيب إلى المسجد وصار يجلس هنالك يطاطئ رأسه ويفكر في حاله. كل مرة يصلي الناس يخرجون إلى متاجرهم بعد أن يفرغوا من الصلاة أو يذهبوا إلى بيوتهم، لكن جليبيب يبقى خلف سارية يجلس هناك. فرمقه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، رآه المرة الأولى والثانية والثالثة ونظر إليه فعلم أنه حزين. سيدنا النبي محمد ابن عبد الله رسول الإسلام خير البرية كان يصلي بالناس وكانت عينه كانت تطوف وترى مشاكلهم وهموم الناس، وكل من عنده مشكلة كان يتدخل لإيجاد الحل المناسب. لما رأى جليبيب حزينا كل مرة يمكث في المسجد خلف السارية يطأطئ رأسه علم أنه يجابه مشكلة كبيرة. في اليوم الأول الثاني الثالث ذهب إليه النبي الكريم وربت على كتفه وقال السلام عليك يا سعد. قال وعليك السلام يا سيدي يا رسول الله، وأرد أن يقبل يده. سيد النبي خطف يده وعنقه وقال ما لي أراك هكذا حزينا، ماذا أصابك يا سعد؟ قال يا رسول الله لا شيء، فقط أنا أعيش في ذكر الله ومع حالي. قال له لا أخبرني، أخبرني يا سعد ماذا في صدرك، أرى حزنا عميقا في عينيك. قال يا رسول الله الحقيقة لا أخفيها عليك، أنا كنت عبدا فأنجاني الله تعالى من العبودية وصرت الآن حرا طليقا، أردت أن أستكمل نصف ديني، أريد أن أتزوج ولكن لا أحد قبل طلبي، كل من طرقت بابه إلا وينظر إلي ويقول لي كلمة طيبة ثم يصرفني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث إلى بعض جلسائه من الصحابة معاذ بن جبل وغيرهم، قال لهم بربكم أخبروني من هي الفتيات الجميلات الحسنوات اللي هما جمعوا الجمال والدين والخلق والعلم وبنات البيوت الكبيرة، من تكون؟ قالوا هناك فلانة وهناك فلانة بنت فلان وفلانة بنت فلان، عددوا له 4-5 عائلات كبيرة لهم فتيات في سن الزواج ليختار منهن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الأجمل والأصلح والأكرم، فتاة تنتمي إلى أسرة عريقة وعندهم مال وفير وعندهم أصول وعادات رفيعة عند العرب وعندهم أموال وهي في غاية الجمال والأدب والخلق ويتمناها الفرسان وكبراء القوم. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا سعد اذهب عند فلان ابن فلان، قل له إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني إليك
لأطلب منك يد ابنتك. قال يا رسول الله أنا فقير وأنا إنسان بسيط، أنا لا أطمح أن أرقى إلى هذه البيوتات، أنا بغيت غير شي حالة على قد جدي وعلى قد جيبي وعلى قد القدرة ديالي. قال لي اذهب ولا عليك، ربك سيفتح لك الأبواب. فلم يصدق جليبيب، فقال لعل هذا من بركة قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحان الله، أنا كنت أطمح لأتزوج بفتاة بسيطة من عائلة متواضعة، فها هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشح لي يعني رسق أجمل وأكرم وأعظم بيت في أجمل فتاة وأكرم فتاة. فذهب جليبيب وقلبه يخفق حتى وصل إلى بيت العروس المطلوبة. بيتهم كبير شاهق، وهناك خدم وحشب، وكان يشم رائحة الطبخ. فقال هذه البنية تعيش في كرم وفي عز، فكيف أصنع لها؟ أتزوجها؟ أين أسكنها؟ وهل أأخذها من بيت أبيها بيت العز والكرم إلى كوخي المتواضع؟ بدأ يجادل نفسه. ثم بعد ذلك تجرأ وطرق الباب، طاق طاق طاق، من الطارق؟ قال لهم إنه سعد بن أسلم. لما رأى جليبيب أهلا مرحبا، كان يظن أنه جاء لحاجة من الحوائج أو صدقة من الصدقات أو مساعد من المساعدات. قال لي ماذا وراءك؟ قال أنا جئت لطلب ربما قد يكون فيه إزعاج لكم. قال أطلب ما تشاء. قال جئت أطلب يد ابنتكم المصونة السليلة الأكابر، ابنتكم الفاضلة، جئت أطلبها للزواج. الوالد والد هذه الفتاة صدم، كان يظن أن جليبيب جاء يطلب إحسان أو صدقة أو مساعدة، لكن طلب منه فلدة كبده وقرة عينه. وهذا الرجل كان يعز فتاته، وكان يتمنى أن يأتيها الفرسان الكبار، أمير من الأمراء أو شاعر من الشعراء أو عظيم من العظماء، ولكن جاءه رجل كان عبد من العبيد. فقال له أنا لم أكن لآتي من تلقاء نفسي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثني إليكم وقال لي قل لهم واطلب منهم يد ابنتهم. الصحابي الجليل شعر بحرج، أبو الفتاة بدأ يفكر ويضرب أخماس في أسداس ويقول يا جليبيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة نصلي، يأمرنا بالصيام نصوم، يأمرنا بالزكاة نزكي، يأمرنا بالجهاد نجاهد، ولكن أن يأمرني بأن أزوج ابنتي لرجل مثلك، والله ما أرى هذا من الدين، ربما هذا شفاعة من الشفاعات. فطأطأ الرجل رأسه، وعلم جليبيب أن طلبه مرفوض، ثم خرج من الباب. الفتاة كانت على خلق وعلى علم وعلى فقه، كانت تستمع للحوار من وراء حجاب. فسألت والدها يا أبتي ماذا يريد هذا الرجل؟ قال إنه جاء يطلب يدك. قالت يا أبتي هل قبلت أم رفضت؟ قال يا بنيتي وهل مثل هذا يقبل؟ فقالت الفتاة في ثبات ويقين يا أبتي أترفض شفاعة رسول الله؟ ألا تخشى أن تنزل فينا آية؟ لما سمع هذا الصحابي هذه الكلمات فعلا شعر بالخوف والخجل، لأن القرآن آنذاك كان يتنزل من السماء، فكل من فعل خطيئة ينزل فيه قرآن يتلى إلى قيام الساعة، كما وقع لأبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب، وغيرهم من المشركين كالوليد ابن المغيرة لنزل في قوله تعالى كلام طويل وعريض، أن كان ذا بارد وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيم على الخطوم. كل من فعل خطيئة ينزل فيه قرآن. فخشي هذا الصحابي الجليل أبو العروس أن ينزل فيه قرآن، فتبع جليبيب. جليبيب كان قد وصل إلى المسجد ليرتاح هناك، ليس له مأوى إلا بيت الله، فإذا به يصل إلى المسجد ورسول الله داخل المقصورة. فقال يا جليبيب لقد وافقت
لزواجك ببنيتي، سأعطيك البنية. فقال جوني بيب لا 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 لم أعد أرغب، أنا إنسان بسيط ولست في المستوى، وبدأ يعتذر. والرجل يقول والله لا أزوجنك ابنتي، أنت عريسها لن أرفض، لقد شفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي ذلك المشهد سر وفرح وتبسم، قال الحمد لله الذي وفق جوليبيب للزواج بهذه الفتاة، وأبو العروس قد وافق والأهل قد وافقوا. ففرح النبي الكريم وعنق جوليبيب وتبسم جوليبيب، ولم يكن يعتقد بأن هذا الخير يعم عليه. ها هي الفتاة أجمل وأكرم فتاة في المدينة، وها هو أبوها هو يخطبه إليها، وهو رسول الله يباركها، يا سلام، ويقول يا رب هذا من بركة قولك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآن يا جوليبيب اذهب للقيام باللازم، هذه عروسك، قم بالواجب الذي يقوم به الناس. قال لي يا رسول الله هذه عائلة كبيرة، والعروس تحتاج إلى مهر، وتحتاج إلى خطبة، وتحتاج إلى هدايا من ذهب، خواتم ودبالج، وتحتاج إلى كذا وكذا، يعني جوج من الحاجة أو أربعة من الحاجة في ذلك الزمن. قال لي وأنا لا أملك إلا جلبابي هذا، من أين لي؟ هذه أول حصلة، من أين لي المال؟ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذهب عند حذيفة بن اليمان خازن بيت المال، كان وزير المال آنذاك حذيفة. قال له اذهب وقل له رسول الله يطلب منك أن تعطيني كذا وكذا من المال للإنفاق على الزواج. فذهب جوليبيب عند حذيفة بن اليمان وحكى له حكايته، فأجزل له العطاء، أعطاه واحد القدر كبير 10,000 دينار، يعني بالمال ديالنا اليوم ممكن نقولوا 10 ملايين سنتيم، 10 ملايين يعني مبلغ كبير، تقيم به زفاف جميل، تعرض على العائلة والأحباب، وتعطي منه الصداق والهدايا. فلم يصدق جوليبيب أنه يملك في وقت واحد 10,000 دينار، كان إذا كان ملك دينارين يقول أنا ثري، الآن 10,000 دينار في وقت واحد. قال لعل هذا من بركة قول الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا رزق وفير وخير كثير. فخرج جوليبيب وذهب إلى السوق ليشتري لوازم العرس، لكن حدث موقف غريب. تلك الأيام كان هناك صراع ونزاع ما بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وكان هناك على وشك أن تقوم حرب دارية، حرب بين المسلمين والمشركين. وفعلا تلك الساعة جاء النذير لكي يستعد المسلمون للمواجهة. فخرج المنادي ينادي يقول يا خيل الله هلمي، يا خيل الله هلمي، هذا هو نداء الجهاد. النداء للصلاة نقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. والنداء للحج مثلا نقول وأذن في الناس بالحج، ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج. أما الجهاد فأيضا له نداء، نقول يا خيل الله هلمي، لأن أيام زمان لم تكن هناك الدولة الإسلامية قد قامت، وليس هناك جيش نظامي، ولا هناك وزارة دفاع، بل الدفاع هو من اختصاص كل مسلم. كل مسلم كما أنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج أيضا يجاهد، كان المسلم يعد فرسه ويعد سيفه ورماحه ولباسه الحربي، يضعه مستعدادا إذا نودي للجهاد لبسه وخرج. فالناس لما سمعوا هذا النداء في الأسواق وفي الأماكن العامة يا خيل الله هلمي، بدأوا يتصارعون ويستعدون للمواجهة. جوليبيب قال مع نفسه ويحك، لماذا تبحث عن متاع الدنيا؟ انظر هؤلاء الناس يتصارعون للأسواق، يشترون الخيول والسيوف والرماح للدفاع عن حوزة الإسلام، وأنت يا جوليبيب تبحث عن متاع الدنيا، تبحث عن زوجة وعن فراش وتير. فذهب إلى السوق
عوض أن يشري لوازم العرس الذهب والفضة والخواتم، اشترى حصان أربع، واشترى سيفا كبيرا، واشترى رماح، واشترى كل وسائل الحربية التي تجعله فارس من الفرسان في المقدمة. في الطريق وهو راجع التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي الكريم: جليبيب، من أين لك هذا الفرس وهذا السلاح؟ قال: يا رسول الله، اشتريته بالمال الذي أعطاني إياه حذيفة بن اليمان. قال: ولكن ذلك المال هو من أجل الزواج. قال: يا رسول الله، ربي عز وجل رزقني من حيث لا أحتسب بين عشية أو ضحاها، أفلا أكون عبدا شكورا وألبي نداء الله؟ فربي لو شاء لأعطاني أكثر من ذلك. اسمه الرزاق، ممكن في أي لحظة يفتح لك أبواب الرزق ويأتيك بالخيرات من حيث لا تدري. فإذا بالنبي الكريم يضرب على صدره ويقول: بارك الله فيك يا جليبيب، لقد ذقت حلاوة الإيمان. ثم انطلق، ما هي إلى السويعات حتى تجيش الجيوش وبدأت الحرب وحمي وطيسها، والتقت الجيوش، جيش الرحمن مع جيش الشيطان، وبقي الصراع لساعات وأيام. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها ووقع الذي وقع، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يتساءل، يسأل الصحابة: من استشهد؟ يقولون: فلان ابن فلان. يقول: ثم من؟ يقولون: فلان ابن فلان. يذكرون عينية القوم، يذكرون الأكابر، السفلان والسفلان. لكن النبي الكريم يسأل، يريد أن يعرف مصير جليبيب سعد بن أسلم، هل ستكون الفرحة فرحتان فيعود إلى النصر ويعود إلى عروسه التي هي في انتظاره، أم سيكون الأمر آخر؟ لا أحد جاء بخبر جليبيب، لأنه إنسان بسيط نكرة. الإنسان البسيط هو غير معروف عند الناس، لكنه معروف عند الله في السماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الفقراء ويقول: اللهم ابعثني مع الفقراء والضعفاء، لأنهم أحباب الله، ما فيهم لا كبرياء ولا خيلاء، وما عندهم حطام الدنيا يحاسبون عليه. لا أحد جاء بالخبر عن جليبيب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وصار يتجول في ساحة المعركة ينظر إلى القتلى، ولسان حاله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ينظر إليهم فإذا به هناك يرى جليبيب في المقدمة، في مقدمة الصفوف، وجده قد قتل وحوله سبع من الفرسان المشركين قتلهم، ورأى بأنه كله طعون، طعن في وجهه وخده وعنقه ورقبته وكتفيه وصدره وبطنه، كل جسمه فيه طعون، فعلم أنه جاهد وقاتل حتى قتل. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه والصحابة خلفه، لما رآه في الأول سيد النبي بكى حتى رأوا الدموع تهطل من خديه وتبتل بها لحيته الطاهرة، وبعد لحظة سيد النبي بدأ يضحك ويبتسم وينظر، وفي لحظة سيد النبي أشاح بوجهه، غض بصره، بدأ يغض بصره ويغمض عينيه. فالصحابة تعجبوا: يا رسول الله، في لحظة بكيت حتى ظننا أنك حزين، وبعدها مباشرة بدأت تبتسم وتضحك حتى رأيناك فرحا، ثم بعد لحظة بدأت تشيح بوجهك وتغمض عينيك، ما الذي جرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بكيت لفراقي لجليبيب، فإن الموت فراق بين الأحبة، نحن لازلنا في دار الفناء وهو انتقل إلى دار البقاء، فبكيت للفراق. ولما كشف لي الله تعالى ستار الغيب رأيت قصره في الجنة، رأيت قصرا عظيما، قصرا مشيدا، فيه خيرات وفيه نعيم لا يعد ولا يحصى، فقلت: لمن هذا القصر العظيم؟ فقيل لي: إنه لجليبيب. ففرحت وضحكت وتبسمت واستبشرت خيرا. قالوا لي: ولماذا أغمضت عينيك؟
قال لما رأيت نساء حسنوات جميلات من الحور العين قلت لمن هؤلاء الحسنوات؟ قيل إنهم حور جليبيب. فغضيت بصري عن محارم الله، غضيت بصري عن محارم الله. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم كيف أن هذا الصحابي في تلك الليلة ربنا عز وجل لم يجعله ينتظر حتى البعث والنشور، هناك أهل الله ربنا يطوي لهم الزمان ويطوي لهم المكان ويجعلهم من القبور إلى القصور. أي نعم هناك البعث وهناك النشور وهناك الحساب وهناك المرور على الصراط، ولكن هناك قوم من القبور إلى القصور، منهم الشهداء في سبيل الله ماتوا لإعياء كلمة الله، ومنهم كل من كان من الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، وأيضا منهم من حسن خلقه أصحاب الأخلاق الكريمة، ومنهم أيضا أصحاب العطاء والكرم والجود، كل هؤلاء من القبور إلى القصور. فقال صلى الله عليه وسلم كلمته الذهبية، قال جليبيب مني وأنا منه، من أحب جليبيب فقد أحبني. ثم تذكر الصحابة رضي الله عنهم ما هي الآية الكريمة القرآنية التي كانت تؤطر فكرة وسلوك جليبيب، آية واحدة من 60 حزبا، آية واحدة كانت تكفيه، وهي مفتاح الفرج، وهي قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى وخشيته ومخافته، نسأل الله تعالى ببركة التقوى أن يفرج الهم عن المهمومين وينفس الكرب عن المكروبين ويقضي الدين عن المدينين ويشافي مرضانا ومرضى المسلمين ويبلغنا مقصودنا ويحقق رجاءنا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.